واصلت مؤسسة حياة كريمة لليوم الثامن على التوالي تقديم خدماتها للمواطنين بمحافظة البحيرة لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة. لليوم الثامن على التوالي واصلت مؤسسة حياة كريمة تقديم خدماتها للمواطنين لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة في أكثر من موقع بمحافظة البحيرة ضمن مجموعة من المحافظات التي تستهدفها الحملة من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم. وانطلقت المبادرة اليوم بمراكز أبو حمص ومجلس قرية صفت الحرية بإتاي البارود والرحمانية وسط إقبال كبير من الأهالي. نحن في مجلس قرية صفت الحرية أمام مجلس قرية صفت الحرية في حملة توزيع اللحوم بسعر مناسب للمواطنين 185 جنيه فقط تخفيفاً على كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية اللي المواطن بمر بيها. طبعاً سيادة الرئيس بدأ الحملة دي تقريباً من أسبوع أو 10 أيام لما أعطى تعليماته لمؤسسة حياة كريمة في أن احنا ننزل للنجوع والقرى والمراكز عند أهالينا في الريف تخفيفاً على عاتقهم من الظروف اللي بتمر بيها. اسعارنا النهارده اللحوم ب 185 جنيه. عايز نقول يعني ان احنا المواطنين حاسين بعبء شويه الفتره اللي فاتت، يمكن احنا النهارده بنخف عليهم شويه ضمن الغلاء اللي موجود والاسعار اللي موجوده. النهارده سعر اللحمه ب 185 جنيه والحمد لله الفيدباك او الناس يعني استجابتها للحمه او النوع اللحمه كويسه خالص. وشهدت فعاليات الحمله توافد اعداد كبيره من المواطنين لشراء اللحوم باسعار مخفضه، كما تم توفير كميات كبيرة من اللحوم بمدينة شبرخيت، حيث أعلنت الحملة مواصلة عملها خلال الأيام المقبلة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة. الإقبال طبعا زي ما أنت شايف حضرتك إقبال كبير جدا، واللحمة بسم الله ما شاء الله حاجة جامدة خالص، والناس احنا ما كناش متوقعين الإقبال النهاردة، ولكن النهاردة الوضع بسم الله ما شاء الله احنا مبسوطين من اليوم يعني. وجاءت أسعار اللحوم بسيارات الحملة لتناسب الأسر ذات الدخل المنخفض، حيث جاءت اللحوم بأسعار 185 جنيها للكيلوغرام.